هذه السالفة كلها يا خالة أم جاسم. والله تبين الصدق يا أم أحمد، أنا شايف السالفة لا فيها سر ولا شيء. شلون يعني؟ أنا بسألك، ليش ريلك أبو أحمد ما ياب ولد علي عندكم قبل هاليوم؟ والله ما أدري، بس كان عايش عند خالتي. أدري إنه عند خالتي، بس أنت ما خطر على بالك ها؟ إنه خاف على ولد علي ينحرم من الورث؟ أم جاسم؟ والله إنك مساكينة وعلى نياتك، بس شوفي عاد لازم ما تسكتين عليه، هذا علي، هذا علي، هذا لازم ما يشوف الراحة بهالبيت، لازم تصيرين عظم بلعومة، ومن يدش البيت تسوي له سالفة، وقبل لا يطلع تسوي له سالفة، سمعتي مني؟ وتخلين ليلة كما نهارة، وتراوين مقربة لراوين يوم الظهر بعز الصيف. كلامك صدق يا أم جاسم، لازم تقلبين البيت على راسه وتخلينه يتعومه ستخسبك لما يطق ويفر ويطلع بروحه. كلامك عدل. أنا شفتيني، يعني أنا لوني منك، والله العظيم والله الكريم لوني منك، لحرق الأرض اللي تحت الريول اللي يمشي عليها وخليه على نار تحق الرص. يا بعد عمري يا أم جاسم، باكر إن شاء الله بتسمعين وبتشوفين اللي بسوي كله. اللي بياخذ حلالك يا مقربلة، اللي بياخذ حلالك لازم تاخذي الروحة. وهذا اللي بسويه يا أم جاسم، وبتشوفين وبتسمعين إن شاء الله. زين عيل، أنا بروح صيفت شكل ساعتك تو الناس. خالت أم جاسم وين بتروحين؟ بروح خذنا الوقت بي، بروح يا بنيتي، وإن شاء الله باكر أمرك. حياك الله. الله يحييك أكثر، بس لا تنسينتيني باكر. لا وي هو شلون انساك، بس هالله هالله بنفسك انت يا بنيتي. لا ولا يهمك خالتي جاسم، انا والله ودي كل يوم تمريني، وانا من عندي خيرك يا بنيتي. مشكوره خالتي، مع السلامه. الله يسلمك، حياك الله. بس شوفي خير يا ام احمد. نعم، مثل ما وصيتك لا تنسين ان شاء الله. حاضر، فكري زين، تراي مصلحتك. ولا يهمك، مع السلامه. الله يسلمك خالتي. سالم، سالم. نعم نعم نعم. ايش فيك؟ خير ان شاء الله، خير خير خير. نعم عمتي، سويت الاكل مثل ما قلت لك؟ ابد، الاكل مثل ما وصيتيني ابد، من الحرف الواحد. انزين يلا روح حضر ان شاء الله. على امرك. يلا حاضر. سالم. زين 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 زين. يا هلا عمي على القوة. هلا هلا. الله يساعدك. يا هلا يا هلا بعلي، شلونك؟ الله يسلمك يا ام احمد. هو ايش فيك بطيت علينا؟ متنا من اليوم احنا ننطرك. تنطروني انا؟ هو عيل من ننطر. هو ايش فيك مستغرب؟ لا ابدا ما انا مستغرب. احنا شلون ننتي بالغداء؟ حاضر على مرج، بس اغير هدومي. سالم، سالم. يلا حضر الأكل.
عجيب. أنا مينون نايم، أكيد أنا قاعد أحلم. إيش فيها هذه؟ مينونة؟ إيه، إيش علي منها؟ أم أحمد؟ نعم. العيال وينهم؟ راحوا بيت خالتهم. إيه. أم أحمد؟ نعم. مو كنا الأكل ماسخ شوية؟ شنها؟ ماسخ؟ ذوقي شوفي. ما في شيء. جايز أنا غلطان. بدور. نعم يما. هو انت هني يا بنيتي؟ حطيت الاكل وما كليتي ولا شيء. كنت اخذ الميوه واشوف ايش علامه. قاعده افكر يا يما. تفكرين يا ترى علي يقدر يسلك مع مرته بول ولا؟ ان شاء الله الله بيقوي عليها. مسكين يا علي، والله يا علي ما تستاهل إلا الخير. بس هي من خوفها على الفلوس تبي تحرق كل شيء علشان تتخلص من علي. الله يحرق قلبها بنار جهنم. قول آمين. علي شو مسوي له؟ شو مسوي له؟ لو ماني عارفته ومربيته بديني كان قلت والله العظيم إنه متجني عليها. لكن عارفته، عارفة أطباع، عارفة أخلاقه. ناي لله. تدرين يا يمه، علي لازم يقول حق ابوه عن كل شيء. يا بنيتي لا تخافين على علي. علي ريال والحمد لله ما عليه قاصر، وان شاء الله الله بيقوي عليها وبيكسر خشمها بعد. يودي بس يا بنيتي ان شاء الله. يودي يودي اكلي لك لو فلح. والله يا يمه ما اشتهي. يلا عاد نص تفاح بعد شنين ما كليتي ولا شيء. يودي يا بنيتي. يودي يلا حافظ. يا هلا يا مرحبا يا حي الله. احمد وناديه كيف الحال يبا؟ شلونكم؟ ها منين جايين؟ بيت خالتي. تبي شيء؟ اي نروح نتمشى يبا. وين بتودينا؟ ما انا بنروح مكان. احمد انت لما الحين زعلان علي؟ ليش تطقني؟ يا حبيبي يا بعد عمري انا ما اطقك علشان اكرهك، بالعكس انت احمد اخوي واحبك، وهذه ناديه اختي واحبكم كلكم، وانا اخوكم علي العود ولازم تحترموني. انت تقص علينا تقول امي انت ما تحبنا. الله يسامحك. ما علينا، علشان تعرفون اني انا احبكم مايد
الحين نبي نروح السوق نتمشى ونشتري كل شيء ونرجع، ايش رايكم؟ ها؟ بس زين ما يخالف، بس خلني اقول حق امي. يا حبيبتي يا بعد عمرك كلها خمس دقائق رايحين وراجعين، بعد حقك تقول حق امك مو عدل يا حميد. يلا يبا يلا يلا نشوف يلا. اوه يا مان سالم. نعم نعم عمتي نعم. اقول سالم. هلا مرحبا عمتك. ساعتك كم الحين؟ بساعدك. اي حاضر على امرك. حاضر ان شاء الله. وين رايح؟ قاعد اسالك. ساعدني. يلا تعمق علي. ساعدني. هلا تقول ساعدني. قلت لك ساعتك كم؟ هاي ساعتك الله يهداك. اي ساعتنا يا عمتي الله يطول العمر ساعتنا حسب الساعة اللي في المطبخ اللي موجودة في المطبخ اللي هي ساعتكم حلالكم وساعتي نفس الشيء العقرب وعلى العقرب والدقيقة على الدقيقة الساعة الرابعة والنصف 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 الرابعة والنصف. سألتك أنا قلت لي ساعتك علشان أنا أتأكد صح 100% أجيب لك الساعة اللي في المطبخ. أنا سألتك كم الساعة ما قلت لك اقعد القي لي محاضرة فهم؟ أجيب لك اللي في المطبخ. اسمعني زين انت علامك ان شاء الله علامك. اسمع نعم نعم. تروح بيت اختي الحين وتجيب العيال. جزاك الله خير عمتي. ها. الله يطول عمرك. ابي ثلاث ايام يلا اوصل حق اختي. الله يهداك. رخصه خلنا اخذ واي بوكشتي واي واي شو اسوي؟ اشق هدومي اذبحك؟ اعطيتني رخصه الحين. الله يهداك. ابسر راسك تقول لي روح. انا ايش قلت لك؟ روح حق اختك. انا ما قلت لك تعطيني اجازه وتهاوشي؟ قلت لك روح لاختي. انا روح بيت اختي ويجيب اليهال من عند خالتهم احمد وناديه ببيت خالتهم وتروح تجيبهم البيت فهم؟ عدل الحين فهمنا. بيت اختك احمد واليهال نجيبهم في بيت من بيت اختك. يلا 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 اضحك يلا اضحك. يا هلا. اي حاضر على امرك. إيه؟ لا يبلغ ان شاء الله. لها افا عليك ايش دعوه انسى. اول ما يوصل علي اقول اتصل فيه. اينا ان شاء الله. حياك الله في امان الله. انا ما بطلت الباب الباب تبطل بالروحه. انا ما سكرت الباب الباب انا سكرته بروحي. عمتي عمتي ديش ديش. يا الله صباح الله بالخير. من صباح الله بالخير. والله ما ادري وراسي مفتر. انت كله ما تدري وراسي. واليهال اليهال اليهال وينهم؟ احمد وناديه وينهم؟ ما ادري عمتي هم وين في. وانا طرشتك تروح تجيبهم. ايه انت انا طرشتيني بس انا رحت حق سوق السمك وسوق اللحم. انا قلت لك روح سوق السمك ولا سوق اللحم؟ ايش قلت لي والله ناس. انا ما قلت لك روح بيت اختي وجيب اليهال. ايه الله يطلع. صح صح رحت رحت إيه؟ رحت إيه إيه؟ رحت وطلعت اختك. ايه اعطتني بيانة شاي وبسكوت وكان تقول لي اليهال طلعوا من نص ساعة. طلعوا من نص ساعة؟ اي نص ساعة الا خمس دقائق تقول طلعوا. وين راحوا؟ والله عمتي ما ادري. الله اعلم وين راح ما ادري. ها كام 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 وصلوا عمتي؟ كام وصلوا؟ انت شريت مطبخ كامل وانت شريت لك دبابه مو تقعد تحارب عاده تحاربنا فيها طق 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 طق. شوف عاده دير بالك وانت مطبخك كامل. لا تقولين يا يمه ابي غدا ولا شيء. انت طبخ بروحك ما لنا شغل زين. وانت كذي تشتغل شوف. او 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 او
وتسكر كذي. وهذا مطبخك بس نشتري لك بصيلات وكريكمه وفليفله حطيهم عندك مره واحده تنكر ماي. ام احمد يا هلا. وين رحتوا؟ رحنا مع اخوي علي. رحتي شنو هذا اللي بيدك؟ لعبتي. اهو. وهذا شنو بعد؟ ام احمد ليش قطتيهم؟ مو شغلك. انا عيالي ما تعودوا واحد يشتري لهم شيء غيرهم هم وابوهم. وانا انا ماني اخوهم؟ انت عليك من نفسك وبس. وبعدين هالفلوس هذه اللي قاعد تلعب فيها وتشتري فيها العاب ما العاب هذه ايش حد معطينك اياها؟ مو حد مصرف البيت؟ انت اللي تقولين كذي يا ام احمد. اي انا اللي اقول كذي. عندك شيء؟ ليش كسرت اللعبة؟ وصعب ما انت طقت على الرمايه. يلا اما بعينك. طيب طيب يا ام احمد الله يسامحك. باللي ما يحفظك. وانت ماي اما بعينك ايش قاعد تسوي هني انت؟ اليهال هذا واليهال انا باخذه ما يبون اليهال. ما اليهال انت؟ قاعد علشان كذي ولا علشان تسمع؟ ها؟ يلي ما تستحي على وجهي. يلا قدامي برا اطلع 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 برا اطلع تروح. وانتو يلا نشدوكم. قومي قومي سلاس يلا. الو مجاسم شلونك؟ انا الحمد لله بخير. شلون؟ لا 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 والله لا لا ماني تعبانه شويه كذي بس. ايه سويت مثل ما قلتي لي بالضبط لا واكثر بعد. ها لا خليته يطلع من البيت ركضه مثل المينون. شلون؟ لا لا مو هني اقولك طلع. ايه طلع مو بهني. تيني امتي المقارب. انزين اذا يتيني اقولك السالفه. شلون؟ ايه ايه تعالي المقارب. انزين مع السلامه. بدور؟ نعم يما. أقول يما
ايش علامك ما تتصلين في علي تسالين عليه؟ صار لي يومين ما بين، ما ادري ايش علامه. والله لو يغيب شهر ما اتصل فيه في بيت ابوه. ليش؟ كل ما اتصل فيه تطلع لي مرت ابوه وتحاكيني من خشمها. ليش عاد؟ وانا ايش دراني؟ اساليها. الا قولي لي، ما عندك تليفون المنجره؟ لا يما. حياتي عذاب. ما تبقى. السلام عليكم. عليكم. اقول بندر. نعم عمتي. تعالي ما هاي، ودي اكلف عليك شويه بس. بس شنو؟ لا تقلبين علي ولا شيء، انا خاطم في صبعك على كيفك. انا ابو حشا هذا اني. لا عمتي، مورد مال سليمون. اسمع عاد. نعم عمتي. ابيك تشوف لي طريقه تعرف فيها تليفون المنجره مالت عمك علي. بس اي بس. حاضر. تبوني اروح الحين؟ اخاف انك تروح وترد بالفشله. عفا تربيه عمتي ام محمد يرجع بالفشله. عفا عليك والله. والله ما ادري ايش اقول لك. طيب تبوني اروح الحين؟ حاضر، خمس دقايق وانا عندكم. لا تبطي. لا ابدا، ثواني معدودات. يا حليلك يا بندر. يحب علي وايد، يموت فيه. تعتقدين يا يمه ان بيحصل رقم التليفون مال علي؟ إيه ليش لا؟ بس موين؟ ايش دراني امي؟ ماكو طريقه الا اني اروح بيت ام احمد وياخذ الرقم. صدق والله؟ بيت ام احمد؟ تشناوي على ام احمد؟ تستخف اذا شافته؟ لانه من صوب لبندر. وي سليم الصكه، هي الا نص مينونه. لا والله الا ما هي مينونه، هذه تسوي روحها نفسها مينونه علشان تحصل اللي تبيه. ايه مسكين يا علي. الو. لا والله، لا والله مو علي. اي والله صار لي يومين ما هي المنجره. مكتب ابو علي؟ لا والله ما ادري كم رقمه. اقول مين تكلم؟ ما تقولي ليش قايل لك بالتليفون؟ يقول من يومين ما راح المنجره. ها؟ من يومين ما راح المنجره؟ سالم. سالم يا سالم. سالم. نعم عمك. نعم. وينك؟ وينك فيه؟ وين فيه؟ الله هداك الحين، انا مترخص منك ساعه، رحت على البحر تسبحت وشريت سندويشات اربعه وفلافل وسمبوسه وجيت. سالم. نعم. انتبر. ها؟ انتبر على القناه. اقعد اقعد فوق. لا قاعد على فلاش ورانا. انتبر فوق. ما اعرف اقعد فوق. الله هداك ما اعرف. قلت فقر. قلت فقر. رفض فقر. فقير قال بس كيف فقير؟ سالم. نعم. انت ليش تخش عني هالايام؟ عفا عمتي عفا، انا اخش عنك؟ عفا والله عفا. شنو اللي خشيت عنك؟ علميني. عمك علي وينه فيه؟ والله ما ادري عمتي. ما تدري؟ صار لي ولا 20 مرة متصله في المنجره وما لقيت احد. يمكن سافر. شنو؟ سافر؟ والله ما ادري، بس انا اقول يمكن. سالم. اسمعني زين يا سالم. ان ما قلت لي عن شيء وخشيت عني، والله العظيم ما تلوم الا نفسك، سمعت؟ فعلت عمتي انا اخش عنك، والله العظيم ما اخش عنك شيء، انا اخش على نفسي ولا اخش عنك، فعلت بس. زين خلاص يلا قوم. يلا قوم. قوم روح شوف شغلك. يلا قوم شوف شغلك. قوم روح شوف شغلك. لا انا حول الله.
ألو خالة مجاسم؟ إيه أنا أم أحمد. شلون؟ لا لا والله خالتي ما بين لا أثر، ما أدري، عايزنا وحنا ندوره ما حصلنا. لا علشان كذي اتصلت فيك أقول أبلغ الشرطة. هذا البرنامج الذي نعرض فيه قصة شخصية شهيرة في الأدب العربي القديم. هذا أعجب ما سمعت أخيرا. ولكن هذه الشخصيات رغم شهرتها ما زالت موضع الشك. خذها مني يا أشعب حكمة نصوحة. هل وجدت فعلا تلك الشخصيات وعاشت أم كانت مجرد ضربا من خيال الأدباء؟ قدرت ذلك وكنت أتوقع هذا اليوم. هيا هيا. بين الحقيقة والخيال، الاثنين، 11 مساء على قناة ذكريات. مع الناس. عملية المطاعم هل هي نظيفة؟ أنا ترى معي البلدية جايين معي الآن. البلدية. تم سحب رخصة العمل. هناك من يقود السيارة بدون رخصة، هناك من يخالف، هناك من يتجاوز السرعة.